نقولها لا لا ما نقولها حافظي على الزوج تاعك، ولا غير تجبديه تجبديه لعندك حتى ويكون زعفان ولا غضبان، تجبديه لعندك. المرأة المرأة هي الأساس، والله غير المرأة هي الأساس، والراجل ثاني القنطاس الدار. إلا فات راح الراجل من الدار عارفين بلي الدار تضيع. أنا حشت علاش تراه مريض بصح راني تحت جناحه، والله غير راني تحت جناحه يعني الحمد لله. والله غير راه راجل وسد رجال، ونطلب من النساء هذو نقول لهم تهلاو في الأزواج تاعكم، والله تهلاو فيهم لاخاطش وعلى الزوج هو الصح. حتى من كان مريض، حتى ولا كان مريض علاه كي كان صحيح كان مليح، ومن بعد كي طاحت به نرميه. سعيد سعيد هذه هي، ما نرميش انا الزوج تاعي ما نرميش. كي كان يدخلنا في المصروف ويكون مليح ويكون هكذا، طيح باك 15 يوم مسكين يطيح في الفراش نوض نشنف عليه ولا لا لا. كانت هذه مشاهدينا متابعة لقصة سعيد وسعيدة، هذه القصة التي لاقت رواجا كبيرا عندما عرضناها داخل الجزائر ولكن بشكل خاص في مختلف الدول. أتذكر أننا وصلتنا اتصالات من جزائريين مقيمين في دبي، في السعودية، في كندا، في ألمانيا، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هنالك أيضا مواقع إلكترونية مغربية تناولت هذه القضية وعبرت عن انبهارها الكبير بهذه المرأة وبقصة هذين الزوجين المتلاحمين، رغم أن كل ما يحيط بهما يدفعهما للانفصال.